أعلنت بأن الأجواء لا تسمح لأمريكا بشن ضربة على إيران من أجواء تركيا. ولكن وبس النقطة الأخيرة في هذا الموضوع، أن الغضب الذي نشاهده في إيران طبيعي جدا، بأن لولا المشاركة الأردنية كانت الضربة تنجح بلدرجة كبيرة جدا، وكان هذا العدو المجرم الذي يرتكب مجازر بحق أهلنا في غزة كان يؤدب أكثر، كنا نؤدبه أكثر مما حصل. ولكن للأسف الشديد النظام الأردني، أنا يعني أوجه تحية لأهلنا في الأردن، وكلامنا موجه للنظام الأردني. مشاركة النظام الأردني في هذا الموضوع بكل تأكيد خيب عملنا، إنه هذا الموضوع، هذا بعد الموضوع عندي دقيقتين بس بدي اليوم ايضا كمان موضوع الرد الايراني اليوم شبه بالرد الايراني بقاعده عين الاسد الذي اتى ردا على اغتيال قاسم سليماني عندما استهدفت ايران قاعده عين الاسد الامريكيه، وقيل وقتها انه كمان كانت ما كان في خسائر بشريه وكان في يعني كانت محدوده فقط من اجل الرد ومن اجل حفظ ماء الوجه. صحيح، لا يمكن نقارن العمليتين ببعض. عمليتين عين الاسد كان عمليه محدوده جدا، محدودة بعدد قليل جدا من الصواريخ، ولكن ما شاهدناه هناك مئات من الصواريخ والطائرات المسيرة. أصلا لأنه في بعض يمكن بالمعنى الجيوبوليتيك أنه في بين إيران وإسرائيل غير بين إيران والعراق. صحيح صحيح صحيح. أصلا بشكل عام استهداف الأراضي المحتلة كمان كان هناك بالنسبة للعدو الإسرائيلي كمان تجاوز خطوط حمر، نحن كسرناه هذا الخطوط الأمور بكل فخر واعتزاز، ولم نستهي من هذه الخطوة. ولكن لا يمكن أن نقول بأن عملية الوعد الصادق مثل عملية عين الأسد. عملية عين الأسد كان عملية محدودة بهدف الرد ولتجنب الضربات القادمة، ويمكن القول بأنه حقق الردع بيننا وبين أمريكا، لأننا لم نشهد أي اغتيال أمريكي للقادة الإيرانيين من بعد استشهاد قاسم إلى الآن. وهناك ويمكن القول بأن الأمريكا كانت عملية واحدة، ولكن العدو الإسرائيلي جرائمي بحق القادة الإيرانيين، والمراكز الإيرانية تراكمت، وكان لابد أن يكون الرد قوي جدا. طيب اليوم إلى أي حد سيصل هذا الحوار الغير مباشر اللي عم بيصير كان بسلطنة عمان، عم بيصير عبر وسائط سويسريين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ هل فرضت إيران بعد طوفان الأقصى نفسها على طاولة المفاوضات وتقول للغرب وللأمريكيين تحديدا في حال أردتم أي تسوية في المنطقة إيران هي المدخل؟ صحيح، الآن بالمفاوضات التي نشهدها حول ملف غزة، نحن نشاهد بأن هناك دولة قطر ودولة مصر هما الاسمان الأبرزان يعني بهذا الملف. ولكن كل مرة تكون هناك مفاوضات نحن نشهد جولات إقليمية لوزير الخارجية سوريا ولبنان وقطر. صح. بشكل غير مباشر الأمريكي لا يريد أن يعطي امتيازا كبيرا في للطرف الإيراني وكريديت كثير كبير في هذا المجال على مستوى الدبلوماسي، فلا تسمح أمريكا بمشاركة إيران مباشرة. ولكن كلما تقدم مفاوضات تضطر أمريكا وإسرائيل بشكل غير مباشر أن ترجع إلى إيران وتطلب من إيران أن تلعب دورها للوصول إلى الحدنة وإنهاء الحرب. نحن من جانبنا نقوم بكل ما لدينا لإنهاء الحرب. صحيح نحن ندعم المقاومة الفلسطينية، ولكن كلامنا من أول يوم إلى الآن بعد 6 أشهر نحن نقول ما إنهاء الحرب. ولكن إذا العدو الإسرائيلي يستمر في جرائمه نحن بكل فخر ندعم المقاومة الفلسطينية. هل ستقبل إيران بحالة دولتين؟ بكل تأكيد نحن قلنا الموقف الرسمي الإيراني هو أن يكون هناك استفتاء شعبي لأصحاب الأرض فلسطين لتحديد مستقبل هذا البلد. إذا هذا الاستفتاء أدى إلى مثلا إزالة إسرائيل من الوجود، أو مثلا الحل الدولتين، ما سيقرره أصحاب الأرض الشعب الفلسطيني به إيران، ما سيقرره الشعب الفلسطيني نحن سنحترمه. ولكن حاليا في مقاومة، وهذه المقاومة سواء في غزة أو الضفة الغربية تحظى بدعم شعبي كبير من قبل الشعب الفلسطيني، ونحن ندعم هذه المقاومة. ولكن إذا كان هناك لخيارات سلمية نحن لا يوجد لها. للأسف وقتنا انتهى. أستاذ مهرداد خليلي أهلا وسهلا فيك، شكرا لهذه المشاركة، شكرا أيضا لضيوف اللي كانوا معي بالاتصالات، وشكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.